أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا الآن ذم لهؤلاء اليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وقالوا راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هؤلاء أصحاب المخازي وأصحاب الشرك بالله أيضا عز وجل، أيضا من مخازيهم أنهم يزكون أنفسهم مع ذنوبهم وشركهم وعدم سمعهم وطاعتهم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون الجنة لنا دونكم، وأننا بس نمر على النار مرور بسيط ثم نعبر منها وأنتم تخلفوننا فيها. ها؟ ولذلك تحداهم الله وباهلهم لما قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إيش؟ تمنوا الموت. طيب إذا كنتم الجنة لكم وأنتم أولياء الله دون الناس تمنوا الموت، فما تمناه واحد منهم ولو تمناه لمات في ساعته. وهذه تسمى مباهلة الله لليهود في القرآن. قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يمدحونها ويثنونها بما ليس فيها. وتزكية الإنسان نفسه باللسان لا تليق به إلا عند الحاجة، يعني عندما يظلم أو يهضم حقه يزكي نفسه، أو عندما يحتاج إلى أن يزكى يزكي نفسه، مثل ما قال يوسف عن نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. زكى نفسه لعلمه بأنه متصف بذلك، ولأنه أراد أن يعين في المكان المناسب حتى لا يعين فيه أحد غيره لا يقوم بحقه. فالتزكية الإنسان لنفسه مذمومة في الأصل، وهذا إذا كان بالقول. أما التزكية الفعلية فما حكمها؟ مشروعة بل مطلوبة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إيش؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، يمدح ويزكي بالفعل من يشاء سبحانه وتعالى. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله عز وجل هو الذي يزكي ويمدح. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا، لما جاءه بنو تميم اخرج إلينا ونادوه من وراء الحجرات وقالوا مهددين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته يسمعهم ذاك هو الله، يعني الذي مدحه زين وتزكيته هي التي ترفع الإنسان، وذمه شين وهو الذي يضع الإنسان هو الله وحده. بل الله يزكي من يشاء، يزكي بأن يمدح ويزكي بأن يرفع ويزكي بأن يجعل عمله صالحا. ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون من عملهم شيئا ولو كان مثل الفتيل. ما هو الفتيل يا إخواني؟ ما هو الفتيل؟ شوف انظر إليه، شفت التمرة النواة؟ هذا
اللي في الشق هو الفتيل، هذا هو الفتيل. قد ذكر في النواة في القرآن ثلاث أشياء: الفتيل وهو هذا، وسيأتينا في آية أخرى أيضا، والنقير وهو الذي في ظهر النواة نقرة وسيأتي صورتها إن شاء الله، والقطمير وهو الغشاء الذي تذكره أنت، هذا اسمه ما يملكون من قطمير. وكلها جاءت لبيان القلة، لا يظلمون فتيلة، لا يظلمون شيئا ولو كان قليلا مثل الفتيل. وقيل في الفتيل يا إخواني أنه الشيء الذي إذا فتلت يدك خرج منها. انظر الإنسان إذا كان في حر الصيف ففتل يده هكذا خرج منها شيء يسير، يعني لا يظلمون شيئا ولو كان مثل هذا الخيط الذي يكون عندما يفتل الإنسان يده ببعضها. انظر كيف يفترون على الله الكذب عندما ماذا يشركون مع الله غيره، وانظر كيف يفترون على الله الكذب عندما يزكون أنفسهم فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: ولا يظلمون فتيلا، هذه نكرة في سياق النفي فهي عامة، ما يظلمون أي شيء. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، كفى بالكذب على الله إثما مبينا، بل هو أعظم الذنوب. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل مبينا حرمة الذنوب شيئا فشيئا. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: تدرج في المحرمات حتى وصل إلى أعلاها وهو القول على الله بغير علم. فإن قلت أليس الشرك أعلى منه؟ قلنا الشرك ثمرة من ثمرات القول على الله بغير علم، لأن المشرك ما أشرك إلا عندما زعم أن هذا الصنم له حظ في الألوهية وأن الله له شريك فذهب وأشرك، فهو قول على الله بغير علم. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما زالت الآيات تذكر معايب هؤلاء اليهود الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، واستمرت تأتي بمعايبهم ومخازيهم حتى قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ الجبت هو السحر، وقيل الجبت هو الشرك، وقيل الجبت الأصنام، وقيل الكاهن، يؤمنون بالكاهن ويذهبون إليه، والعراف والمنجم ونحوه. قال الجوهري وهو من أئمة اللغة: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قد ورد في الحديث كما ذكر ذلك الجوهري: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، يعني كل هذه تعتبر من الجبت. فالسحر والصنم والكاهن والشرك كلها جبت، فهؤلاء اليهود يؤمنون بهذا كله، ولذلك السحر أكثر ما يكون في اليهود، والذهاب إلى الكهان أيضا موجود فيهم، وإقرار أهل الأصنام على عبادتهم وتفضيلهم على أهل التوحيد موجود في اليهود. وقد قالوا ذلك لأهل مكة لما سألوا كعب بن الأشرف، قالوا: يا كعب، أينا خير، محمد هذا الذي فعل وفعل وفعل، أو نحن الذين كنا نسقي الحجيج ونحفظ البيت ونفعل ونفعل؟ قال: بل أنتم خير منه. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الطاغوت؟ طاغوت مأخوذ من الطغيان، يعني كلمة فيها مبالغة، وهي تشمل كل شيء عبد من دون الله وهو راض أو اتبع في معصية الله عز وجل. كل من عبد أو اتبع في معصية الله فهو طاغوت. ويقولون للذين كفروا ماذا؟ هؤلاء أي المشركون أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى طريقا وأحسن شريعة وملة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من عظيم افتراء اليهود وشدة بغيهم وعدوانهم.
قال الله عز وجل: أولئك الذين وصفت صفتهم من قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، إلى هذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يطرده الله ويبعده من رحمته فلن تجد له أي نصير، ونصير نكرة في سياق النفي فتعم. أم لهم نصيب من الملك؟ يقول الله: بل ألهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان لهم شيء من الملك ما أعطوا الناس إيش؟ ما أعطوا الناس شيئا. ولاحظوا أنه الآن جاء بها بأقل من الفتيل. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله، فيهم مع البخل الحسد، والحسد هذا ناتج من بخلهم، فإنهم لا يريدون أن يصيب فضل الله أحدا سواه. وما الذي جعلهم ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جاءوا يا إخواني من بلاد الشام وهاجروا إلى أرض يثرب، الأرض التي وجدوها موافقة لما في كتابهم المقدس التوراة، لأن فيها صفة المكان الذي يهاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ينتظرون مبعث نبي قد أضل زمانه فيكونون أول من يصدق به. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه من العرب جحدوا ذلك وكذبوا به، وانتفع بتهديداتهم ووعيدهم الأنصار، فإن الأنصار لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا والله النبي الذي كانت تعدكم به يهود، فآمنوا به قبلهم. فآمن به الأنصار، فلما سمع اليهود بذلك أعرضوا، قالوا: والله لا نؤمن به وقد أضمرنا عداوته ما بقينا، يعني ولو كان في ذلك النار، ولو كان في ذلك النار وبئس القرار. قال الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. لاحظوا يا إخوان، هذه الآية يعني تجوز على معنيين. فمنهم من آمن بهذا الإيتاء والإنعام على آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه ولم يؤمن به وهو من بني إسرائيل. إذن ماذا تنتظر منهم يا محمد؟ إذا كان هذا فيهم وقد كذبوا به، إذن فلن يكذبوا بك من باب أولى، فاطمئن ولا تفرح ولا تحزن إذا صدوا عنك ولم يؤمنوا بك. أو يكون: فمنهم من آمن به أي بمحمد، ومنهم من صد عنه أي صد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اليهود. من اليهود من آمنوا بك يا محمد، ومنهم من صد عنك. فإذا كان هؤلاء وهم أهل كتاب، منهم من آمن ومنهم من صد، فإذا صد المشركون عنك فاطمئن يا محمد ولا تجزع. إذا كان أهل الكتاب هذا فعلهم، ففعل أولئك أيضا من باب أولى. قال الله عز وجل: وكفى بجهنم سعيرا، يعني لم يذكر لهم إلا الوعيد الشديد. كفى بجهنم سعيرا أي مسعرة عليهم سيصلون بها. ثم ذكر وعيد من كفر فقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كل ما نضجت الجلود منهم بدلها الله بجلود أخرى غير الجلود الأولى من أجل أن يذوقوا العذاب. وسمك جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام يا إخواني، ومع ذلك النار تنفذ فيه بأسرع ما يكون حتى تصل إلى عظمه وأمعائه، ثم يعاد له جلد جديد حتى يذوق العذاب من جديد. قال الله عز وجل: إن الله كان عزيزا حكيما، ولم يقل غفورا رحيما، ليناسب ذلك أول الآية. كفروا ما يناسبهم، ولا من الحكمة أن ينعموا، بل من الحكمة أن يعذبوا. وعزيزا أي ممتنعا على من أراد الله بسوء، يعني إن كذبت وكفرت فاعلم أنك لن تنال الله بسوء، لأن الله غني عنك وعن كفرك
وعن إيمانك وعن سائر عملك. قال الله عز وجل مبينا على عادة القرآن في المثاني أن يذكر الوعد بدل الوعيد والعمل الطيب بعد العمل السيء، والمؤمنون بعد الكفار، والمشركون بعد الأنبياء والرسل. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله أن يجعلنا منهم، خالدين فيها أبدا، أي أبد الآباد ودهر الدهارير، لا ينقطع ذلك عنهم ولا يحرمون من شيء منه، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، لهم فيها أزواج مطهرة. من أي شيء؟ مطهرة من الكلام الخبيث والأفعال السيئة ومن الحيض والنفاس وجميع الأوساخ والأنجاس في الخلق وفي الخلق. وندخلهم ظلاً ظليلاً أي ظلاً وافراً عميقاً وارفاً واسعاً. وفي الجنة شجرة يجري الخيل المضمر فيها 100 عام لا يقطع ظلها، شجرة واحدة يا إخواني، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الجنة. يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة وكانت بيده مفاتيح الكعبة، وهؤلاء الشيبيون من آل شيبة ما زالت مفاتيح الكعبة بأيديهم إلى اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طلب عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، فتح الكعبة ثم دخل فيها فصلى، ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال أين عثمان؟ فجاء عثمان وقد خشي أن ينزع منه المفتاح، فقال خذها فهي باقية بأيديكم إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا السبب نموذج للأمانات التي يجب أن تؤدى، فالله عز وجل أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، فكل أمانة اؤتمن الإنسان عليها وجب عليه أن يؤديها إلى أهلها، وأن يجتهد في ذلك، وأن يقوم بالمسؤولية على وجهها. أمانة العمل أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها، والزوجة أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها، والمال الذي اؤتمنت عليه أمانة يجب عليك أن تؤديه إلى أهله، والكلمة التي استودعك صاحبك أن تحفظها أو السر يجب عليك ألا تؤديه إلا إلى أهله، وأن تحفظه عن غير أهله، فهي عامة في كل شيء. ولذلك قلنا إنها تعم في الأمانات بين العبد وربه وبين العباد أنفسهم، بل إن الرجل لو جلس معك فحدثك بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني كأنه يقول لك لا تفشي هذا الكلام إلى أحد غيرك ولا تنقله إلى أحد، فيجب عليك أداء هذه الأمانة وحفظ هذا السر وعدم إفشائه. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر الله عز وجل بأمر آخر، وهو أننا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل، والعدل معناه أن نعطي كل ذي حق حقه، ويختلف العدل عن المساواة، فالإسلام دين العدل وليس دين المساواة، لأن المساواة تقتضي أن تسوي بين المتماثلات وبين المختلفات، أما العدل فهو أن تعطي كل ذي حق حقه. ولذلك من العدل أن الابن الكبير تعطيه من المال ما يصلح له، والصغير تعطيه من المال ما يصلح له، أو تنفق عليه بحسب ما يحتاج. ومن العدل ألا تسوي بين الطالب المجتهد الذي يواظب على الحضور كل يوم وبين الطالب الكسول الذي يؤذيك بكسله وتهاونه وكثرة مشاغباته، فما إذا أخطأ أحدهما تعطيه من العقوبة مثل ما تعطي الآخر، بل تعطي كل واحد ما يناسبه.
قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قد يظن بعض الناس أن هذه خاصة بالقضاة، والحقيقة أن القضاة معنيون بها، ولكننا جميعا نمارس الحكم في حياتنا في مواطن كثيرة. فالمعلم يحكم بين طلابه، والأب يحكم بين أبنائه، والزوج يحكم بين زوجاته، وأيضا المدير يحكم بين موظفيه. فكل منه له شأن في هذه الآية، وهذه الآية تخاطبه. بعض الناس يقصرها على القضاة ويظن أن العدل وقضاياه وما يتصل به أنها مخاطب بها القضاة دون غيرهم، والحقيقة أنه يخاطب بها القضاة وغيرهم. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. نعم أي نعم ما يعظكم به. فالله عندما أمرنا بهذا أمرنا بأمر عظيم وجليل، وليس فيه نقص ولا حيف بوجه من الوجوه. إن الله كان سميعا بصيرا. لاحظوا، لما أمر بأداء الأمانات وأمر بأن نحكم بالعدل ذكرنا بأنه سميع لكل أقوالنا، بصير بكل أفعالنا، وأنه لا يخفى عليه من أمرنا شيء. وهذا هذان الاسمان هما الاسمان المناسبان لحكمي الآية. فأداء الأمانة يحتاج إلى إنسان يكون مراقب لله عز وجل، يعلم أن الله يسمعه وأن الله يبصره. ومن يحكم بين الناس يجب عليه أن يعلم أن الله يسمع منه كل لفظة يلفظها، ويرى منه كل فعلة يفعلها إذا حكم بين الخصمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما صلة هذه الآية بالتي قبلها؟ لما أمر بأن نحكم بالعدل ذكر بأن العدل لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما يكون عدل إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جعل الحكم في الأرض نوعين: حكم جاهلية وحكم الله، ما في غيرهما. ولذلك إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، ليس ثم سوى هذين الاثنين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتأملوا كيف أن الله ذكر في بداية هذه الآية بالنداء باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليدلنا على أن الإيمان لا يتم لصاحبه حتى يطيع الله ويطيع رسوله. وانظروا كيف أنه جعل طاعة الله بفعل مستقل وطاعة الرسول بفعل مستقل، ليبين أن طاعة كل واحد منهما منفردة. فإذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت عليك طاعته، وما تقول: ذروني أنظر هل يوافق ما في القرآن أو لا يوافقه، بل يقال: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة بكل حال، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك أفرده الله عز وجل بطاعة مستقلة. لكن لما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ليبين أن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسول الله أطيعوا، وإذا أمروا بضد طاعة الله وطاعة رسوله لم يطاعوا ولم يؤخذ بقولهم. فمن هم أولو الأمر؟ أولو الأمر يطلق على اثنين: العلماء والأمراء. والعلماء مقدمون على الأمراء. لماذا؟ لأن الأمراء إنما هم منفذون، والعلماء ماذا؟ حاكمون، موقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للأمراء أن يعملوا إلا بما يقوله ويأمر به العلماء، فصارت طاعة العلماء أعظم وهي مقدمة على طاعة الأمراء. ومما يؤكد هذا الأمر أنه جاء في هذه السورة تسمية العلماء بأولي الأمر. قال:
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش؟ أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هنا العلماء، والقرآن خير ما يبينه القرآن، ومع ذلك الآية شاملة للعلماء وشاملة للأمراء. قال وأولي الأمر منكم، أنتم يا أهل الإسلام وليس من غيركم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني متى وقع التنازع؟ بين العلماء والأمراء، أو بين الأمراء والناس، أو بين العلماء أنفسهم، أو بين العلماء والناس، أو بين الناس أنفسهم، وجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله في هذه الآية، فردوه إلى الله والرسول. أما الرد إلى الله فلا يكون إلا إلى كتابه، وأما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإليه في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، علق هذا الحكم على الإيمان بالله، وهذا يدلنا على أن من مقتضيات الإيمان الرد عند التنازع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا، إما كان كافرا خارجا من الملة، وإلا كافرا كفرا دون كفر كما سيأتي في تفسير سورة المائدة بإذن الله. قال الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك الرد إلى حكم الله وحكم رسوله خير في الحال وفي المآل، خير لكم أيها الناس في دينكم وفي دنياكم، في أبدانكم وفي أموالكم، في أحوالكم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي كل شؤون الحياة. قال الله عز وجل وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، أحسن مآلا. ها هي الدول يا إخواني حكمت القوانين الوضعية، فماذا كسبت؟ يقولون إنهم صنعوا الطائرات وصنعوا المتفجرات ووصلوا إلى القمر وصنعوا الكمبيوتر، وهذه حقيقة، وقد أضافت إلى الإنسانية شيئا من الرفاهية، لكنها ما جلبت السعادة. سبحان الله، هؤلاء الذين صنعوا كل هذا ما استطاعوا أن يصنعوا السعادة، ولذلك أشقى الناس في الحياة هم أولئك القوم الذين صنعوا هذه الأشياء. والله إن فقراء أفريقيا أهنأ بالعيش من أغنياء أمريكا وأوروبا، بدليل أن ما نسمع في أفريقيا أن أحد ينتحر إلا قليلا، لكن نسمع في السويد وسويسرا آثر دول العالم من ينتحرون بالعشرات والمئات والألوف، والمستشفيات النفسية لا تكاد يعني 70% من سكان تلك الدول عندهم ملفات في المستشفيات النفسية. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن السعادة لا تنال بالرفاهية المادية ولا بلذة الأجساد ونعيمها. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألا تعجب يا محمد من هؤلاء؟ أو ألا تعجبون يا من خطبتم بالقرآن؟ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون، وكلمة يزعمون عندما تأتي تدل على أن الذي يقولها ليس صادقا في قولها. يزعمون، بئس مطية الرجل زعم. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكيف يجتمع إيمانهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإرادتهم للتحاكم إلى الطاغوت؟ فما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من يشرع غير شرع الله عز وجل، كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأنه قد طغى وتعدى وزاد عندما ادعى مقاما ليس إلا لله. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله يا إخواني؟ فمن قال لا أنا لي حق التشريع وحق وضع النظم وسياسة أمور العباد
ووضع الحدود والعقوبات من دون الله عز وجل أو مثل الله عز وجل فقد طغى. فمن تحاكم إليه وهو يزعم أنه مؤمن بالله وما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله فهذا شيء عجيب، لا يجتمعان. مقتضى الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتحاكم إلا إلى ما أنزل الله وإلى ما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا في هذه الكتب أن يكفروا بالطاغوت، فكيف يكونون مؤمنين؟ قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طبعا كان المفترض هنا أن يقول رأيتهم يصدون عنك صدودا، لكنه قال رأيت المنافقين، فأظهر في مقام الإضمار. لماذا؟ أولا ليحكم عليهم بالنفاق، وأن هذا من أعظم علامات المنافقين أن يدعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ثم يصدون عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم صدودا ويعرضون إعراضا. وثانيا ليعلق الحكم بالوصف فيعرف إن كل من كان كذلك فهو منافق. قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إما أن يقال فكيف إذا أصابتهم مصيبة نزلت بهم نازلة من قحط وجدب ولا يعني فقر فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اضطروا إلى المجيء إليه، فإنهم سيعتذرون عن تحاكمهم إلى غير شرع الله وإلى تقاضيهم عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليك معتذرين: ما أردنا يا محمد إلا إحسانا وتوفيقا، لا تظن أننا يعني معرضون عما جئت به وإلا غير مقتنعين بما تدعونا إليه، ولكن نحن نريد التوفيق والتلفيق وألا يسيء الناس بنا الظن، وأيضا لا يتحدث عنا الإعلام الغربي أو تقول عنا النظم والقوانين أو هيئة الأمم أو غيرها، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالله عز وجل يقول: هؤلاء إذا جاءوا إليك مضطرين يا محمد عندما تصيبهم مصيبة ينزل بهم فاقة، فقر، جوع، قحط، مرض إلى آخره، يأتون إليك ليستعينوا بك ويعتذروا مما بدر منهم كذبا وبهتانا. أو يكون المعنى والآية صالحة لهما: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بأن نزلت عليهم آيات تفضحهم وتبين واقعهم وما حدث منهم، جاءوا إليك سراعا يا محمد يعتذرون ويقولون: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا عندما تحاكمنا إلى غيرك، نريد لملمة الأمور ونريد ألا يتحدث عنا وألا يقول الناس ونريد ألا نكون صفحة يقرأها كل أحد. سبحان الله، أفي مثل هذا يعني تستهينون بالله وبحكمه وبما أنزل على رسوله وتؤثرون رضا الناس وتبغون أن تحسنوا في هذا الأمر؟ قال الله عز وجل، وهذه مثل قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هنا فضحهم الله عز وجل وبين أنهم كاذبون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فليس فيها إلا الكفر بك يا محمد، وعدم الإيمان بما جئت به، وعدم القناعة بالتحاكم إليك وإلى الكتاب الذي أنزل عليك، فأعرض عنهم لا تلقي لهم بالا. وعظهم، أعرض عنهم يعني لا يضرونك، لن يضروك في شيء، فلا تحمل في قلبك
أن جزءا من الناس قد انخذلوا عنك، فإنهم هؤلاء مثل الحشرات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وجودهم كعدمهم يا محمد. فلا تبالي ولا تهلك نفسك من أجل النظر إليهم والاهتمام لشأنهم، فهم أقل من أن يهتم لشأنهم، ولكن قم بما أوجب الله عليك، عظهم. والوعظ يعني التذكير مع الترغيب والترهيب، والوعظ إنما يكون يا إخواني لمن يعرف الحكم الشرعي ولكنه يستنكف عن قبوله والانقياد له. قال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إما أن يكون المعنى قل لهم في أنفسهم أي فيما بينك وبينهم، يعني خاصا غير معلن، وإما أن يكون قل لهم قولا يصل إلى قرارة أنفسهم، كأنك تبلغهم الموعظة إبلاغا تاما، قولا بليغا أي واضحا زاجرا يصدهم عن هذا الأمر الذي هم فيه، ويذكرهم بأن العاقبة السيئة تنتظرهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي ما أرسلنا من رسول إلا تكون طاعته بإذن الله، ليس بمهاراته ولا بقدراته ولا بما أعطاه الله من المعجزات. أرأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد ولد آدم، كم أوتي من الخلق، كم أوتي من البلاغة والفصاحة، كم أوتي من القدرة على التأثير في الآخرين، هل استطاع أن ينقذ أبا لهب؟ ما استطاع، وهو عمه، وهذا أبو طالب اقتنع بدعوته ودافع عنه وبقي حياته كلها حتى تحمل المشاق من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما آمن. قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله يقول ليطاع بإذن الله، فلن تكون طاعة لرسول الله إلا إذا أذن الله، إذن فلا تقلق عليه ما محمد، فلو أذن الله لهم أن يطيعوك لأطاعوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني لو أن هؤلاء القوم عندما وقعوا فيما وقعوا فيه من التحاكم إلى الطاغوت وترك التحاكم إليك جاءوا معتذرين مستغفرين تائبين نادمين واستغفروا الله وطلبوا منك يا رسول الله أن تستغفر لهم ربك جل وعلا لوجدوا الله توابا رحيما، فإن الله عز وجل يحب أن يتوب على عباده ويحب التوابين من عباده، وهو تواب أن يتوب على العباد مرة بعد مرة، لو أذنبوا في اليوم 100 مرة ثم تابوا بعد كل مرة لقبل منهم في المرة 100 كما يقبل منهم في المرة الأولى جل جلاله، من عظم ومن سعة توبته، رحيما بعباده يرفق بهم ويقبل توبتهم. ثم قال الله عز وجل مبينا أنه لاجتماع بين الإيمان والتحاكم إلى الطاغوت، وأن من آمن فمصداق إيمانه أن يأتي إليك يا محمد ويذعن لك أو يعرض إليك قضيته ويحاكم إلى دينك وشرعك، ثم لا يجد في نفسه حرجا مما قضيت، ثم يسلم تسليما تاما ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: فلا وربك، انظر كيف نفى الإيمان وأقسم بنفسه الكريمة، والإقسام بالله ليس كثيرا في القرآن، أقسم بنفسه الكريمة مضافة إلى هذا الرسول العظيم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يأتوا إليك متحاكمين في كل ما تنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قول حتى يحكموك، قال العلماء هذه مرتبة الإسلام، إذا تحاكموا إليك فقد أسلموا،
يعني ظهر منهم ما يدل على إسلامه لأنهم تحاكموا إليك. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه مرتبة الإيمان، لأن الإيمان قلبي، الإيمان أصله ومادته في القلب، فإذا وجد الحرج في القلب معنى ذلك أنه ما وافق إيمانا، لكن القلب إذا كان مؤمنا إيمانا بأن هذا هو الحق وهذا هو الخير وهذا هو الأحسن عاقبة، فإنه لا يبقى في النفس حرج، أي حرج من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وهذه مرتبة الإيمان. ثم قال: ويسلم تسليما. قال العلماء: وهذه مرتبة الإحسان. حكموك فأسلموا، لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، دل ذلك على إيمانهم. سلموا تسليما، انقادوا ظاهرا وباطنا، هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله عز وجل مبينا أنهم قوم معاندون، وأنك لو أمرتهم بالذي يفعلونه من المعاصي لتركوه، لو أمرتهم بمعصية لتركوها من شدة عناده. يعني إذا كانوا يحبون الرشوة أو الزنا فقلت لهم ازنوا أو اسرقوا لتركوا الزنا والسرقة من شدة عنادهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.